خبر من الاخبار اللي انا شايفها سعيده، مش سعيده علشان نتيجه ماتش او حاجه، ولكن علشان وصلنا للنقطه دي. نقطه ايه؟ يكون في دوري سيدات كره قدم، الانديه الجماهيريه موجوده، الانديه الكبيره موجوده، قطبي الكره المصريه بيشاركوا، الزمالك والاهلي، ولقاء مهم. وحققت سيدات النادي الاهلي الفوز على سيدات نادي الزمالك في الجوله الاولى من الدوري المصري للسيدات بهدفين مقابل هدف. الماتش كان بالنسبة لي أنا كنت بتفرج وأنا سعيد. سعيد ليه؟ سعيد بالمنظر، وسعيد إن البطولة اتعملت بأندية كبيرة. البطولة موجودة بقالها فترة، ولكن الأندية الجماهيرية ما كانتش مشاركة، ودي الأهداف زي ما احنا شايفين. النيجيرية تشاريتي سجلت هدفين النادي الأهلي في الدقيقة 43 والدقيقة 72، وسجلت أكوا لعبة الزمالك هدف. الزمالك هدف برضه كان رائع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع. وفي نورة خالد لعبة النادي الأهلي تعرضت لطرد بسبب عرقلة لعيبة الزمالك، وكان التحكيم شهندة المغربي. طبعا أنا سعيد إن البطولة موجودة وبتتذاع بالقوة دي بالشكل ده، بإضافة كبيرة جدا لكرة القدم للسيدات في مصر. عندنا لاعبات جيدات، عندنا لاعبات على مستوى عالي، ده هيزيد تطور اللعيبه. ممكن في الاول الناس يبقى عندها بعض الكومنتس، بعض التعليقات، بعض التفاصيل، ده طبيعي. طبيعي اللي مش هنوصل لاعلى ليفل على طول، هتلاقي في انديه واصله لحاجات عاليه، هتلاقي في انديه واصله لليفل عالي زي وادي دجله وبعض الانديه اللي عندها فرق سيدات بقالها اكتر من موسم.